انتظر اتحاد عنابة الجولة الرابعة ليحقق أول فوز له بملعب 19 ماي. المحليون حاولوا منذ البداية مباغت دفاع شبيبة بجاية عن طريق داود الذي أخفق أمام تدخلات علوي، وفي الكرة الثانية غاب التركيز أمام المرمى. أول تهديد للزوار تسديد غانم الغير مركزة تماما، زميله الجرعبية حاول من جهته لكنه وجد صعوبة في اختراق الكثافة العددية لدفاع النابة مع المطالبة بخطأ. وربيح كان قريبا من التسجيل من كرة ثابتة مرت أمام الجميع. الخروج الغير موفق لحارس الاتحاد بن مالك كلفه بطاقة صفراء لما لمس الكرة خارج منطقة العمليات، وكرة غانم الثابتة تصدها العارضة. الحارس بن مالك يقوم بثاني خروج غير موفق يعرق النياطي، وعناصر بجاية تطالب الحاكم بن عبد الله بتوجيه إنذار ثاني لحارس عنابة. عند استئناف اللاعب ضغط اتحاد عنابة في الخمس دقائق الأخيرة من المرحلة الأولى لم يغير في الأمر شيء حتى صافرة النهاية. التألق في بداية الشوط الثاني لحارس شبيبة بجاية علوي تواصل ويحرم المحليون من هدف السبق. خطأ المدافع مادور على عبد الملك زيايا كلفه ضربة جزاء وبطاقة صفراء. نفذها بنجاح المخضرم عادل معيسى ويوقع الهدف الأول في المباراة. الأخطاء الدفاعية القاتلة من جانب الشبيبة تكررت أكثر من مرة. استغل إحداها عبد الملك زيايا هذه المرة أيضا ويخطف الهدف الثاني، أراح به خواطر المتشائمين. الرغبة في تقليص الفارق لم تتحقق لأن هدف الشبيبة جاء من وضعية التسلل حسب الحكم المساعد. لتنتهي المباراة بفوز مستحق لاتحاد عنابة.